السلام عليكم، ازيكم؟ عارف طبعا ان ملف السودان هو الملف الترند دلوقتي، كل الناس عاوز تعرف ايه اللي بيجرى في السودان، محدش عاوز يعرف ايه اللي بيحصل في حرب روسيا اوكرانيا. هي انا لو طلعت عملت فيديو عن حرب السودان بعد الفيديو اللي انا عملته ده بقول لك اي كلام، لان الاخبار طالعه من هناك مشوشه شويه. فانا هصبر شويه وهعمل فيديو عن حرب روسيا اوكرانيا، والاخبار بتاعه السودان هتكون الفيديو اللي بعد ده، تكون بس الرؤيه اتضحت كده ايه اللي بيحصل، هل بالفعل برهان نزل ميدان وسيطر على الوضع في السودان كلها، ولا قوات دعم سريع سيطرت على القصر الجمهوري زي ما هو بيدعوا. نشوف اخر الطورات دي الفيديو اللي جاي. الفيديو ده انا عندي ليك مفاجاه كبيره قوي، وهي ايه؟ وهي ان يفجيني بريجوجين اللي هو رئيس ميليشيات فاجنر طلع كده في تغريده او في بوست نزله على تيليجرام وقال فيه: يا جماعه انسب خيار حاليا ان احنا ننهي الحرب لوحده، ما حدش جه جنبه قال لك كده. مش بس كده، طلع قال انسب خيار استراتيجي للجيش الروسي هو الحفر. يعني ايه الحفر؟ يعني احنا ندافع عن مواقعنا، لان ظاهر كده اي هجوم مضاد اوكراني ممكن يسبب خسائر او تغيير في الجبهه بتاعه الجيش الروسي. كلام خطير جدا الحقيقه. يفجيني بريجوجين ما اكتفاش بالموضوع ده، عايز اقول لك ان هو طلع ونزل فيديو عن الافراج عن 100 اسير اوكراني. 100 اسير، وقال لهم روحوا الجيش بتاعكم خلاص، واوصى ميليشيات فاجنر ان هم ياكلوهم كويس ويشربوهم ويبعتوهم للجيش الاوكراني. تصرفات كانت غريبه جدا، ده اللي خلى جريده اسمها دويتش فيلا الالمانيه تركز على الموضوع ده، تقول لك ايه ده؟ ده قائد ميليشيات فاجنر عاوز ينهي الحرب. مش بس كده، طلعت صحيفه ثانيه اسمها واشنطن تايمز مش واشنطن بوست، وقال ده يفجيني بريجوجين خلاص كده بيقفل ملف اوكرانيا، هيسيب الحرب ويروح حته ثانيه، لان خلاص علاقته ببوتين مش قد كده والراجل خسايره كتير فهيمشي ويسيب الحرب. ايه حقيقه الكلام ده؟ وليه يفجيني بريجوجين قائد ميليشيات فاجنر اللي المفروض هي الوحيده النشطه حاليا في حرب روسيا اوكرانيا من جبهه روسيا، ليه يطلع ويعمل الحركات دي؟ ده اولا. تاني حاجه، النهارده الاعلام الامريكي اكتشف ان الرئيس الامريكي جو بايدن بيكذب عليه. كذب يعني. بخصوص قوات امريكيه خاصه في اوكرانيا. برضه مش بس كده، نتكلم على اخبار جديده حوالين دعم الصيني لروسيا، لان خلي بالك النهارده روسيا دعت وزير الدفاع الصيني الجديد ان هو يزورها، وبالفعل وزير الدفاع الجديد هيزور موسكو الاسبوع الجاي. شوف ايه اللي هيحصل بالظبط من التطورات. هي معايا تفاصيل كبيره جدا وقويه جدا حضرتك لازم تعرفها عن حرب روسيا اوكرانيا. الملف ده ما ينفعش ان احنا نغمض عينينا عليه. بس عشان اقول لك الكلام ده كله لازم احكي لك القصه الاول. وزارة الدفاع الروسية إن قوات فاغنر تواصل عمليات قتالية مكثفة بهدف إخراج القوات الأوكرانية من الأحياء المركزية لمدينة باخموت. القوات الأوكرانية تضطر إلى الانسحاب من بعض مناطق باخموت، انسحابات أعلنتها روسيا وأكدها أيضا تقرير استخباراتي بريطاني. هذا وقالت الرئاسة الأوكرانية أن قواتها تعثر على المزيد من المكونات الصينية الصنع داخل الأسلحة الروسية المستخدمة في الحرب. قبل اخش في الموضوع، قبل اكشف لك التفاصيل، خليني اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا، وهو باتر هاوس. هي باتر هاوس موجودين عند مدينه الجلاله، مدينه من الجيل الرابع ليها مستقبل باهر. المدينه دي بالفعل شغاله، وعاوز اقول لحضرتك انها كامله تماما، جاهز على السكن كمان. المدينه دي موجود فيها منتجع اسمه فيدالا تابع لباتر هاوس. المنتجع ده مميز جدا على ارتفاع 750 فوق سطح البحر. هي منتجع مبني على مساحه 18% فقط من 56 فدان. وهتلاقي باقي المساحات بقى موجود فيها خدمات، يعني لاند سكيب، بحيرات، حمامات سباحه، خدمات، بيوتي سنتر، جولف لو عاوز تلعب جولف، واي فاي سنتر، دراي كلين، هاوس كيبنج. بص كل الخدمات موجوده هناك في منتجع بدالة، واحسن حاجه موجوده في المنتجع ده ان هو اصلا مبني. والحقيقه العرض اللي معانا النهارده ميزته بقى ان احنا بنتكلم مع فيلات. عندهم فيلات مميزه جدا كامله التشطيب وعلى الطراز العربي الاسباني. وهناك برضو في شاليهات لو حد عاوز وحدات اصغر كمان، والشاليهات دي ممكن تبدا من 65 متر فما فوق، وعندك بقى كل المساحات متوفره. الجديد اللي معانا النهارده ان بمناسبه شهر رمضان باتر هاوس مدت لك عرض 25% طول الشهر. اللي هو ايه؟ اللي هو ان انت ممكن تدفع 25% مقدم وتاخد خصم 25% على جميع الاقساط اللي عليك. فتره السداد هتوصل لحد 5 سنين. اهم حاجه عاوز اطمنك عليها ان منتجع نسبه البنى فيه وصلت 70%.
ولو عاوز تبص على وحدتك بنفسك، الشركة هتوفر لك تذكرة طيران مجانية عشان تيجي وتبص وتعاين وحدتك بالفعل. بنصح حضرتك منتجع فيدالا وشركة باتر هاوس المضمونة جدا واللي تاريخها معروف، وهسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم. خش في الموضوع على طول. ايه الجديد اللي معانا النهارده ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيما يخص حرب روسيا اوكرانيا؟ الحقيقة هبتدي من مقالة نازلة في نيويورك تايمز. المقالة دي بتلخص أبرز الحاجات اللي تم تسريبها من وثائق اللي سربها المجند الأمريكي اللي سمى نفسه على الإنترنت OJ. أبرز الوثائق دي هي وثيقة طالعة من المخابرات الأمريكية بتقولك أبرز أربع أخبار أو أحداث ممكن يغيروا الحرب دي. هما أخبار غير متوقعة، يعني المخابرات الأمريكية بتحط سيناريو كده، إيه الأربع حاجات ممكن يقلبوا الحرب دي، حاجات مش متوقعة تماما. أول حاجة إيه؟ قالك إن فلاديمير بوتين يتقتل. ده حاجة مش متوقعة، بس لو حصلت هتغير مسار الحرب دي كلها. هل ده ممكن الحدوث؟ الحقيقة الوثيقة ما ادتش تفاصيل. طيب ايه تاني ممكن يحصل؟ قالك ان زيلينسكي يتقتل، اللي هو الرئيس الاوكراني، ممكن يتقتل. طب ده ممكن يغير الحرب؟ ممكن، ان انت بتتكلم على التفاوض. خلي بالك لو بوتين اتقتل او تم ازاحته بالسلطة، روسيا ممكن تقعد تتفاوض مع الناتو او ممكن تستخدم صواريخ نووية. بس لو زيلينسكي اتقتل، اوكرانيا يا اما هتصعد في الحرب يا اما هتقعد تتفاوض. الحاجة الثالثة والسيناريو الثالث ان اوكرانيا تقصف مبنى الكريملين. لو اوكرانيا قصفت الكريملين بيقولك هتقوم مظاهرات كبيرة جدا. المظاهرات دي يا تجبر بوتين على استخدام اسلحة نووية تكتيكية في اوكرانيا، يا اما تجبر بوتين على التفاوض. طيب رابع سيناريو، كل ده مش متوقع، بس كل دي احداث عرضية او حاجة فجأة كده حصل. رابع سيناريو ان بوتين يقيل قادة الجيش الروسي في اوكرانيا، يا اما بقى يمشي وزير الدفاع، يا اما يشيل قائد الجيش الروسي في اوكرانيا كلها. وهنا بيتكلموش على قائد واحد، لا هو بيقولك القياده كلها او اكتر من قائد يتم عزله، ده اللي بيتوقعه. هنا انت بتتكلم ان روسيا ممكن تقعد تتفاوض مع اوكرانيا. الاربع احداث دول المخابرات الامريكيه حطاهم في الحسبان وقايله ان دي سيناريوهات ممكن تؤدي للتصعيد او التفاوض بشكل كبير. طيب من ضمن الوثائق برضو وثيقه النهارده طلعت كارثيه على جو بايدن. ايه اللي طلع؟ من ضمن الوثائق ان امريكا عندها قوات خاصه في اوكرانيا. واسمع الخبر ده، الخبر ده قوي جدا. امريكا بتحتفظ بقوات خاصه في اوكرانيا. الامريكان صدموا من الخبر ده. ليه؟ طول عمر جو بايدن بيقولك على فكره السيناريو اللي شغال دلوقتي هو سيناريو جيد جدا، احنا بنستنزف روسيا من غير ما ندخل الجنود بتوعنا، وانا عمري ما هسمح ان الجيش الامريكي يدخل اوكرانيا في مواجهه مباشره ضد الجيش الروسي. ده وعد من بايدن، صح؟ ايه رايك بقى ان في قوات خاصه في اوكرانيا؟ وده خبر هز الاعلام الامريكي كله، واتهم الرئيس الامريكي ان هو كذاب بيبعت قوات خاصه لاوكرانيا. الاحتمال اللي فوكس نيوز بتزق فيه، يعني بص بس فوكس نيوز دي صحيفه معارضه، الاحتمال اللي بتزق فيه تقول لك ده بايدن بعت قوات خاصه يحارب الروس. انما طلع جون كيربي المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي عشان يوضح، بس ده مسؤول كبير على فكره، ده اللي بيطلع اخر التطورات العسكريه في حرب اوكرانيا والكلام ده كله. طلع قال ورد على صحفي، قال لا القوات الخاصه دي موجوده في اوكرانيا بس عشان تحمي السفاره، وموجودين جوه السفاره ومش موجودين في اي عمليه قتاليه بتتم، ما بيحاربوش روسيا خالص. There is a small US military presence at the embassy in conjunction with the defense attaché's office to help us work on accountability of the material that is going in and out of Ukraine. So they're attached to that embassy into that defense attaché office. And for clarity, that's they are in the embassy in Ukraine but they are not fighting. That is right. They are not fighting on the battlefield. خبر ده خبر كارثي. ليه؟ لان الميديا الامريكيه والشعب الامريكي ابتدى يقول لك ده الرؤساء الامريكان على طول بيكذبوا، والموضوع بقى عادي جدا. الرؤساء الامريكان ما بقاش في ثقه بينهم وبين الشعب. ليه؟ وفوكس نيوز كتبت لك كده، قالت لك اول واحد كذب علينا هو فرانك روزفلت. الرئيس روزفلت قال ان هو مش هيبعت قوات امريكيه خارج امريكا، صح؟ بس في الحرب العالميه الثانيه هو بعت قوات امريكيه حربت اليابان بعد ما اليابان وجهت ضربه لبيرل هاربر. والحقيقه فوكس نيوز بتقول لك الموضوع ده كله ممكن ما كانش يبتدي الا ان امريكا تدخلت بشكل غير مباشر في حرب العالميه الثانيه بارسال اسلحه لبريطانيا، ما ادى ان محور الالماني الياباني ممكن يشوف امريكا انها عدو، عشان كده اليابان استندت على الحته دي وضربت بيرل هاربر. ده حاجه. ثاني كذبه اللي قام بيها الرئيس الامريكي ليندن جونسون اللي طلع قال انا عمري ما هبعت القوات الامريكيه او الجنود الامريكان الاف الاميال عشان يعملوا جرائم اللي المفروض الاسيويين يعملوها في بعض، صح؟ ايه رايك ان ليندن جونسون بعت الجيش الامريكي لفيتنام؟ بس هو ده من ضمن بدايه حرب فيتنام
أو هو بعت قوات أمريكية لفيتنام. هذا تاني واحد. ثالث واحد قال لك جورج دبليو بوش اللي طلع قال إن صدام حسين عنده أسلحة دمار شامل وهو ما كانش عنده أسلحة دمار شامل. فده ثالث رئيس أمريكي. رابع رئيس أمريكي بيل كلينتون اللي طلع قال أنا ما عملتش أي جرائم أخلاقية وطلع الراجل مقضيها داخل البيت الأبيض وكان خربها. فضموا جو بايدن الرؤساء الأمريكان كذابين اللي قال أنا مش هبعت قوات خاصة لأوكرانيا وهو باعت قوات خاصة لأوكرانيا. ده حاجة. الحاجة الثالثة والحاجة القوية جدا هو خبر طلع إن بولندا والمجر هيمنعوا استيراد الحبوب أو القمح من أوكرانيا. خلاص مش عاوزين قمح من أوكرانيا خلاص، لأن خلي بالك المزارعين والقطاع الزراعي في بولندا والمجر اتدمر نتيجة استيراد القمح من أوكرانيا. طب ليه المجر وبولندا بيستوردوا القمح؟ دعم الاقتصاد الأوكراني. على فكرة بولندا والمجر عندهم قمح فيهم، ما عندهمش مشكلة، بس هم بيستوردوا دعم الاقتصاد الأوكراني، فوقفوا الدعم ده. قال لك خلاص بقى ما. كفاية أوكرانيا كده. وعلى فكرة الموضوع ده لو أنت شايفه موضوع اقتصادي وأخطر من كده بكتير، هو بداية ملل من الشعوب الأوروبية من دعم أوكرانيا. بالك بس الحتة دي، الناس وقفوا دعم اقتصادي هام جدا للاقتصاد الأوكراني في توقيت قاتل نتيجة قطاع الزراعي ابتدى يبوظ عنده. ده إشارة خطيرة جدا. خش على خبر الرابع. خبر الرابع قوي جدا، هو إن يفجيني بريجوجين اللي هو قائد ميليشيات فاجنر نزل فيديو كان غريب جدا، هو بيفرج عن أسرى أوكرانيين وقال لهم روحوا بقى خلاص كلوا واشربوا وبعدين روحوا. الميت أسير أوكراني دول حاليا مهمين جدا للجيش الأوكراني. خلي بالك أوكرانيا والجيش الأوكراني عنده مشكلة في التجنيد، فأنت بتبعت له 100 أسير أوكراني. تاني حاجة خلي بالك إن أوكرانيا نتيجة الوثائق الأمريكية بعتت قوات خاصة عشان تحارب ميليشيات فاجنر، فدول أبرز العناصر القتالية داخل الجيش الأوكراني. يفجيني بريجوجين بيتنازل عنهم بمنتهى السهولة للجيش الأوكراني، لهم روحوا. طور خطير جدا جدا. بس الأخطر هو بوست اللي كان نزله الراجل ده وقال إن أنسب خيار حاليا هو إيقاف الحرب. طيب تاني حاجة قال إن أنسب خيار استراتيجي للجيش الروسي هو الحفر. الحقيقة الموضوع ده مش حقيقي، والإعلام الأمريكي والإعلام الألماني بيجتزئوا، لأن الراجل في تكملة البوست بتاعه وده اللي اطلعنا عليه يعني بيقول إن روسيا مش هتقبل بالمفاوضات وإن الحل الوحيد في أوكرانيا حاليا هو معركة عادلة. إن أنت عاوز بقى تاخد حقك خش إيه قتل وشوف مين اللي هيصدر. فالكلام ده هو اجتزاء من الإعلام الأمريكي اللي بيحاول يصور لك إن يفجيني بريجوجين خلاص استسلم، وده مش حقيقي. الأكتر من كده إن خلي بالك إن النهاردة ميليشيات فاجنر بتتقدم أكتر وخلاص، فاضل حي واحد على حسب نيويورك تايمز، فاضل حي واحد فقط وبخمت تسقط في إيد القوات الروسية أو ميليشيات فاجنر، بدليل إن يفجيني بريجوجين كان منزل فيديو بيشرح فيه الوضع وبيقول إن أبرز قتال حاليا بيتم في الحي ده، وإن بعد كده ممكن القوات الروسية أو ميليشيات فاجنر تطير بالطيارات بتاعتها لحد باريس. والكوميدي إن الناس اللي عاملين الفيديو ده مش عاوزين يظهروا القائد اللي قاعد جنب يفجيني بريجوجين، مش عاوزين يبينوا وشه، فحطوا وش مين؟ شوف انت حطوا وش مين؟ حطوا وش كوميدي جدا للراجل اللي قاعد جنب يفجيني بريجوجين وهو بيشرح له ان بعد السيطره على بخمت هيكون الطريق مفتوح لحد باريس. بص كده بيقول ايه؟ наше соприкосновение сегодняшнее, да, вот это вот максимальная концентрация боевых действий на сегодняшний день у Бахмута. А вот это вот наш вот глубокий оперативный простор, да? Вот там до Днепра у нас такие поля сплошные. И, собственно говоря, до Европы тоже можно прямо. Если ты птица, желательно перелетная в одну сторону, то тогда можно лететь прямо аж до Парижа и там покакать на Эйфелеву башню. Ади хага хэм лилгой. هي في بعد كده فيديو طلع لتبادل الأسرى بالفعل اللي افرجت عنهم ميليشيات فاجنر مع القوات الاوكرانيه، وعاوزك تبص دي اول مره يتم تصوير تبادل الأسرى يكونوا ماشيين جنب بعض كده سلم مستلم زي ما حضرتك هتشوف كده بالظبط. الحاجة اللي بعد كده لازم تعرفها ان روسيا دفعت بتعزيات ضخمة جدا عند بخمت، ما تعرفش ليه بس ودوا قوات ضخمة
عند بخموت عمالين يدفعوا بيها بتعزيزات كبيره من الاليات والجنود عند بخموت. طيب هل بيتوقع الجيش الروسي الهجوم المضاد يكون من عند بخموت؟ ممكن، بس هم واديين تعزيزات ضخمه. اخر وثيقه هنقف عندها من الوثائق الامريكيه المسربه بتقول ان القوات الخاصه الروسيه تكبدت خسائر كبيره جدا، وان روسيا في بدايه غزوها على كييف بالذات اسندت المهمه بتاعه قتل زيلينسكي او السيطره على مباني حكوميه في كييف لقوات خاصه. القوات الخاصه دي كانوا بعتين 900 شخص رجع منهم 125. فتقدير المخابرات الامريكيه للقوات الخاصه الروسيه ان محتاجه سنين عشان تعيد تجنيد او تعبئه قوات خاصه مدربه للغايه داخل روسيا. دي وثيقه مسربه. والخبر اللي هنهي بيه هو ان وزير الدفاع الصيني هيروح لروسيا في زياره خاصه، والحقيقه ده موضوع خطير جدا لان برضه طلعت وثيقه بتقول ان المخابرات الامريكيه التقطت اشاره ان الصين هتبعت دفعه من الاسلحه الفتاكه لروسيا، وان الشحنه دي هتكون سريه للغايه. طيب الامريكان عرفوا منين؟ بص بس على الكوميديا يعني. الامريكان والمخابرات الامريكيه عرفت من داخل المخابرات الروسيه. المخابرات الروسيه هي اللي عرفت الموضوع ده ان الصين هتبعت اسلحه فتاكه، وكانوا بيعدوا العده لاستقبال الشحنه دي، وهي مش شحنه عاديه، شحنه ضخمه جدا من الاسلحه الفتاكه. فالامريكان شموا خبر عن طريق اختراق المخابرات الروسيه نفسها. فكون ان وزير الدفاع الصيني يصل موسكو ده تطور خطير جدا بعد الوثيقه دي ما طلعت. تاني حاجه خد بالك من التطور اللي بيحصل عند تايوان، وان الصين ممكن تربط ده بده وتقول لك لو انتوا استفزتوني عند تايوان اكتر من كده انا ممكن امد روسيا باسلحه. نشوف ايه اللي هيحصل. يا رب اكون شرحت لحضرتك الموضوع بشكل مبسط، وانتظر الفيديو القادم عن السودان لان في اخبار برضه هتكون فيها نوع من انواع الحصريات شويه ومفاجاه بالنسبه لاي حد بيتابع الشان السوداني، لانها اخبار هتبقى قويه. ويا رب ننصر مصر، رب ننصر العرب. تحيا مصر، سلام. محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما